في هذا المقال سوف نستعرض معكم قائمة مثيرة للإعجاب عن أغلى السوائل في العالم والمزيد من الحقائق المذهلة عن تلك السوائل. سم العقرب. معروف عن العقارب أنها حشرة شديدة السمية تتواجد عادة في المناطق الصحراوية، وهناك 200 نوع من العقارب، كل منها ينفرد بنوع سم مختلف عن الآخر، كما تختلف درجة خطورة السم من عقرب لآخر. ويعتبر سم العقرب من أغلى أنواع السوائل في العالم، حيث يقدر لتر السم $10,000، ويعود السبب في ارتفاع أسعار سم العقرب إلى مدى الخطورات التي يتعرض لها جميع السموم من التعرض للدغ العقارب الذي قد يعرض حياتهم للخطر. لذلك هناك ندرة في تواجد جميع السموم مع قلة الكمية التي يمكن جمعها. سائل GHB. يبلغ ثمن اللتر الواحد من هذه المادة $600، وهي مادة تنتج داخل دماغ الإنسان ولكن بكميات بسيطة، وتلعب دورا هاما في تنظيم أنشطة الجسم اليومية وأيضا تنظيم النوم. ولكن للأسف يستغل الأشقياء هذه الخواص مثل المجرمين الذين يستخدمونها في تخدير ضحاياهم من أجل اختطافهم أو احتجازهم، كما يستخدمها المدمنون في التعاطي. يتم إنتاجها صناعيا من أجل عمليات التخدير وعلاج الإدمان وعلاج بعض الأمراض العصبية. الزئبق. عنصر نادر الوجود في الطبيعة، فهو يوجد بكميات ضئيلة جدا في القشرة الأرضية، لذلك هو غالي الثمن، حيث يقدر لتر الزئبق $900، وهو شديد السمية ولكن له استخدامات طبية، كما يصنع منه ميزان الحرارة، حيث أنه سريع التمدد والانكماش حسب درجة الحرارة، كما يدخل في صناعة المفاتيح الكهربائية وأجهزة قياس ضغط الدم. دم سلطعون حدوة الحصان. يحتوي دم سلطعون حدوة الحصان على مادة الهيموسيانين الذي يعد المقابل للهيموغلوبين في دم الإنسان، الذي يحتوي على نسبة عالية من الحديد فيمنح الدم اللون الأحمر، بينما تحتوي مادة الهيموسيانين على نسبة عالية من النحاس الذي يجعل لون دم السلطعون أزرق اللون. ونظرا لتعرض سلطعون حدوة الحصان للصيد الجائر على مدى مئات السنين، فحتم إقامة العديد من معامل الاستزراع من أجل المحافظة عليه من الانحراد، وفي نفس الوقت الاستفادة من الخصائص النادرة لدمائه الزرقاء. ويعتبر دم السلطعون ثمينا جدا، إذ يقدر سعر اللتر منه $16,000، ويرجع السبب في ارتفاع سعره إلى احتوائه على مواد نادرة مضادة للبكتيريا. عقار LSD. يعتبر عقار LSD أخطر أنواع عقاقير الهلوسة، لذلك يتم منعه في معظم دول العالم، وهو يؤدي إلى أنواع خطيرة من الهلوسة البصرية والسمعية. تم اختراع العقار عام 1938، وتم اكتشاف تأثيره بعد أن قام مخترعه ألبرت هوفمان بلع أصابعه بعد إعداد المادة وملاحظة تأثيرها على عقله. من نتائج استخدام هذا العقار القلق وجنون العظمة والأوهام، ويتوهم بعض من يتعاطون العقار بقدرتهم على التحليق بالفضاء، فيلقون بأنفسهم من الأماكن المرتفعة وأسطح البنايات. يتوهم البعض أيضا أنهم أشخاص مقدسون أو أنهم عباقرة قادرون على حل كافة المشاكل، كما يأتون بأفعال قد تؤدي بحياتهم أو تلقي بهم خلف القضبان نتيجة لارتكاب أفعال تضر الغير ومخالفة للقانون. عطر شانيل. عطر الثراء والعظمة، فقد قامت بإنتاجه مصممة الأزياء العالمية كوكو شانيل في 20ات القرن الماضي في فرنسا، وما زال متربعا على عرش أغلى العطور في العالم. يبلغ سعر اللتر من عطر شانيل $6,900، وهو من أغلى أنواع السوائل في العالم. قام الكيميائي الشهير إرنست بتركيب العطر شانيل وأنتج منه 5 زجاجات، أهدى الزجاجة رقم 5 إلى كوكو شانيل التي اعتبرته رقم حظها، وقامت بإنتاج العطر واحتفظت بشكل الزجاجة والعلبة إلى يومنا هذا بنفس الشكل والتصميم، حتى أصبحت تمثل رمزاً للثقافة الحديثة وعلى رأس كل منتجات شانيل المختلفة. سم ملك الكوبرا. يكمن سم أفعى ملك الكوبرا في كيسين خلف أنياب الكوبرا، يكفي هذا السم لقتل فيل كامل. تعيش أفعى الكوبرا في الهند والجنوب آسيا، ويبلغ طولها حوالي 4.5 متراً. تنتشر رسوم وزخارف على عنق الأفعى، وهي عادة لا تهاجم الإنسان إلا إذ هاجمها أو إذ شعرت بالخطر. تعود السكان المحليين على اكتشافها من خلال الفحيح الذي تصدره،
وعادة ما تنسحب من تلقاء نفسها إذ لم يتعرض لها أحد. أما إذ تعرض لها أحد فلن ينجو من عدة عضات متعاقبة تسبب له آلاما شديدة واحتياجا سريعا للعلاج بمضادات السم. يهاجم سم الأفعى النخاع الشوكي حتى يصل إلى الدماغ مسببا آلاما هائلة وصداعا. وقد تسبب الإصابة شلل مما يصيب الضحية بالغيبوبة التي تسبق الموت بسبب تعرض الجهاز التنفسي للشلل. لذلك تأتي أهمية الحصول على هذا السم الذي يصنع منه مضاد للسم من أجل إنقاذ حياة المصابين، كما يدخل في تركيب العديد من المضادات المختلفة لعلاج العديد من الحالات المرضية الخطيرة. وبسبب خطورة الحصول على سم ملك الكوبرا فإنه غالي الثمن، إذ يبلغ سعر لتر السم 40,000 دولار. الدم البشري. يبلغ سعر اللتر من الدم البشري 400 دولار. الدم هو سائل حياة الإنسان، فهو يقدم للإنسان الغذاء النظيف ويخلص الجسم من الأوساخ والفضلات والسموم، ويقوم بالعديد من الوظائف الهامة والحساسة للجسم. يحتاج مصاب حوادث الطرق إلى ما يعادل 40 متبرعا بالدم، حيث معظم المتبرعين لا يتقاضون مالا مقابل تبرعهم، إلا أن الإبقاء على الدم صالحا لفترات طويلة يتكلف مالا كثيرا، ومن هنا يأتي ارتفاع سعر الدم. حبر الطابعة. قد لا تصدق أن سعر حبر الطابعة قد يفوق سعر الطابعة نفسها، حيث يبلغ سعر حبر الطابعة في بعض الأحيان 720 دولارا للتر الواحد، لذلك تعتبر من أغلى المواد اللازمة للطباعة. تتعمد الشركات المنتجة للطابعات بألا تغالي في سعر الطابعة، بل تغري المشتري برخص ثمنها، وتعلم الشركات أن ربحها الحقيقي سوف يكون في ثمن الأحبار المستخدمة في الطابعة. ويأتي الربح من كون المستخدم لا يمكنه تغيير نوع الحبر في الطابعة، بل يكون ملزما باستخدام حبر الشركة المنتجة، ومن هنا تأتي الأرباح المهولة. الأنسولين. الأنسولين هرمون شديد الأهمية للإنسان، ويفرزه البنكرياس من أجل تحويل الكربوهيدرات التي يتناولها إلى سكريات لازمة لمد الجسم بالطاقة من أجل القيام بوظائفه وأنشطته الحياتية. عند اختلال نسبة السكر في الدم يتم تعويض ذلك عن طريق حقن الأنسولين الذي تتعدد أنواعه وأسعاره حسب الشركة المنتجة. ونظرا لأهمية حقن الأنسولين لمرضى السكر فإن أسعاره دائما مرتفعة، حتى أن لترا من الأنسولين يبلغ سعره في العادة 4,000 دولار للتر الواحد. إن أعجبكم فيديو اليوم لا تنسوا أن تشتركوا في القناة وأن تتركوا تعليقا أسفل القناة. شكرا لكم، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.